الشجر مقابلي عن أهلي حكاية وعن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من احكي لي عن بلدي. اليوم بنتحدث عن مجزرة حدثت في فلسطين، في مدينة او في قرية كان اسمها كفر قاسم. حدثنا في المرة الماضية اخونا زهري عيسى عن هذه المدينة الرائعة، حدثنا عن ظريف فطول اللي قاتل فيها وجاهد من اجل تحريرها، ولكن للأسف بعد فترة من الوقت من احتلالها حصلت فيها مجزرة. نعرف أكثر عن هذه المجزرة مع الباحث والمثقف الفلسطيني والقصاص الذي يقص علينا قصص وفلكلور فلسطين، أخوي زهري عيسى. أهلا وسهلا فيك أخي زهري. أهلا وسهلا دكتور، ومرحبا بك وبالمشاهدين والمستمعين أجمعين. شوقت الجميع المرة الماضية عن موضوع المجزرة، وللأسف طبعا احنا صار عدة مجازر في دولة فلسطين عند احتلالها، ولكن هذه المجزرة حدثت بعد الاحتلال. حدثنا شوي، ولك كل احنا كنا اذان صاغية صراحة. والله انا بحكي عن مجزرة كفر قاسم. اول شيء الحديث عن المجزرة هو حديث صعب محزن، لكن رايحين ان شاء الله نشوف الامل، نشوف الضوء في آخر النفق في مجزرة كفر قاسم بالأخص، لأنها مثال الشعب الذي لا يموت، الشعب الذي ينهض من تحت الأنقاض. طبعاً مثل ما حكينا لكم، إحنا رايحين نحكي عن مجزرة كفر قاسم. كفر قاسم مكان جميل رائع، وادعة. تصور أنه في خمسينات القرن الماضي سنة 1956 يعني تقريباً ما فيها كهرباء، وإذا فيش كهرباء يعني فيش مي، الناس بتجيب مي من البير أو بتجيب من النهر. بكل الأحوال يعني قرية صغيرة جداً، يعني لا تتعدى 2000 شخص، 1500 شخص في أحسن الأحوال، ممكن تكون أكثر أقل، ولكن القرية كانت موجودة ولليوم موجودة على التلي، وهذه التلي تشرف على الساحل الفلسطيني، تشرف على الساحل الفلسطيني. ممكن أنك أنت تكون في كفر قاسم وتشوف شمالا حتى الخديرة كساريا، وجنوبا حتى الرملي وأكثر من الرملي. فالموقع هو فعلا موقع استراتيجي، إنه الأهل اللي كفر قاسم ساكنين في هذا الموقع لأنهم كانوا استراتيجيين، لا، لأنهم أهل الأرض فسكنوا هناك، وسكنوا وفلحوا الأرض وزرعوا زيتون وزرعوا السمسم وزرعوا الذرة والبقوليات. بالمناسبة أهل كفر قاسم كانوا مشهورين بزراعة الفستق أو الفستق باللهجة المحلية، ومشهورين بزراعة البندورة. البندورة اللي بسموها بندورة بلح، شكلها زي البلح هيك يعني، والفستق يعني كثر ما في عندهم فستق في المناسبات والأفراح قدموا فستق محمص يعني مش مكشر. وفي موسم الموسم في بداية الصيف بيقوموا بصناعة بيعملوا صناعة المعجون البندورة، وهذه الصناعة موجودة من زمان في كفر قاسم. في كل الأحوال أنا ما بدي أحكي، لازم كنا أحكينا سابقا عن العادات والمأكولات والأشياء الغريبة، ولكن بدنا نحكي عن مجزرة كفر قاسم اللي هي فعلا حدث أليم وكئيب ومحزن. خليني بس أبدأ معك دكتور، اسمح لي أبدأ مع عمتي. أنا عمتي الله يطول في عمرها، كبيرة بالجيل، تصور إنها عمتي اليوم موجودة عايشة في هذه اللحظة، موجودة وعايشة جالسة في البيت. تصور إنها قديش كم من الألم مرت. عمتي هيك في سنة 1948 كانت كفر قاسم، وكانت هي فتاة، وطبعا ألمها من ألم أهلها وأخوتها
وأبوها وأمها وكلها. سنة 1948 كانت تحمل أبوي والدي أنا ذاهب للزراعة للحقل، يعني رايح على الزراعة الحقل وين مزارعين ذرة، وفجأة قناص من على سمات الصهيوني يفاجئها ويطلق الرصاص عليها من بعيد. طبعا لم يصيبها، ما صابهاش. صاب مين؟ صاب الحجة مريم الدير الله يرحمها اللي كانت على جنبها. طبعا هي الحجة مريم الدير لم تقتل من هذه الرصاصة، ولكن أصيبت إصابة بالغة جدا. فهذه أول مرحلة بدأت فيها عنت مريم في المعاناة من عام 1948 أو حتى قبل 1947. بعدها في 1956، في 1956 راح أشرح لكم شو ليش عانت. سنة 1956 كانت خطة إسرائيلية اسمها خطة الخلد، خرفيرت باللغة العبرية، خلد. خلد اللي هو بحفر الأنفاق وبحفر حفر الأرض بالقضاء على مناطق العربية اللي سلمت في اتفاقية رودوس وإنهاء الوجود العربي. والهدف إيجاد منطقة واسعة قدر الإمكان، بالأخص في منطقة تل أبيب والوسط فلسطين اليوم، خالية من العرب. بس في عام 1956 إذا مش متذكرين نذكركم أنه كان في هناك عدوان ثلاثي على مصر. جمال عبد الناصر أعلن تأميم قناة السويس، فقامت بريطانيا وفرنسا وطلبت من إسرائيل مساعدتها بهجوم الهجوم على مصر والسيطرة على القناة. طبعاً القصة ما بدي أحكي أنا شو صار في قناة السويس، ممكن تحصل، ولكن في هذه الفترة العالم مشغول في قناة السويس، مشغول في فرنسا، ومشغول في بريطانيا، وإسرائيل اللي شاركت في العدوان، ليش سموه عدوان ثلاثة؟ لأن ثلاث دول. وفي هذه الفترة كل العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن مشغول في مصر. قامت ليش أقول لك عصابات الجيش الإسرائيلي بالهجوم على قرية كفر قاسم لتنفيذ خطة الخلد. خطة الخلد شو؟ بدهم يقتلوا العرب، يقضوا على العرب، يذبحوا العرب، ما يخلوش ولا أي إنسان موجود عربي في هذه المنطقة، وإيجاد منطقة وحيز واسع وكبير خالي من العرب. طبعا أفضل منطقة وأكثر منطقة استراتيجية بالنسبة إلى دولة إسرائيل لأنها كانت دولة، هي بلشوا ونظفوا وكيموا ويمسحوا ويحرقوا كفر قاسم اللي هي أقرب نقطة وأقرب بلدة عربية على تل أبيب، حوالي 25 كيلومتر شمال شرق تل أبيب. في الآخر في سنة 1956 في 29/10/1956 كان ترتيب القيادة في الجيش المسؤول عن المنطقة عندنا مالينكي شدمي ودهان. تذكروا هذه ثلاث أسماء مجرمين. القائد الفوق الكبير اسمه مالينكي، اللي تحته شدمي، واللي أقل منه دهان. ثلاثة مجرمين طبعا في عندهم سرية، طبعا سرية وجنود، يعني حكينا على القاضي. راحوا على المختار كفر قاسم اللي هو وديع صرصور الله يرحمه، مثل ما حكينا لكم في الحلقة السابقة كان البيارة اسمها خيارة وديع، كان المختار اسمه مختار وديع. الساعة 4:30 راحوا عليه، 4:30 مساء 29/10/1956 يوم الاثنين، واحكوا له انه الساعة 5 في منع تجول. انت تصور انه الساعة 4:30 بتقول لمختار البلد في الساعة 5 منع تجول، يعني كمان نص ساعة في منع تجول. في عندك عشرات اذا مش مئات الاشخاص اللي بيشتغلوا في الزرع وفي الحقل وبيشتغلوا في خارج البلد، ما زلت شو بدك تساوي فيهم؟ ما في ما فيش ولا في مواصلات ولا في تلفونات، والمواصلات كانت بسيطة جدا. يعني في كل الأحوال احكوا له لا تهتم، احنا مهتم في الأمر. إضافة لذلك بناء على الأرشيف الصهيوني الإسرائيلي هناك طبعا كانت محادثات انه دهان بيسأل شدمي، شدمي بيسأل المالينكي،
انه اذا في حاله احنا بعد ما ضخينا وكتلنا في كان جرحى شو نساوي في الجرحى؟ فكانوا بيحكوا لهم انه فيش جرحى، ما في عندي جرحى. وهذه هذا الشيء موثق في الارشيف الصهيوني الاسرائيلي. اذا الساعه 5 بلش المنع التجول على كفر قاسم، والساعه 5 في 29/10 يعني بدا النهار النهار يكون قصير. الساعه 5 بلش شوي الدنيا تعتم، لازم برضو الواحد يتصور انه يعني 29/10 مش زي الصيف، يعني اقرب على الشتاء. فكان للاسف الشديد الموجه الاولى اللي كانوا على البسكوتات، والموجه الثانيه، وكل هذه الاشخاص اللي كانوا عائدين تم قتلهم بدم بارد دون ان ترد اي جفن للقطر، بل بالعكس كانوا يقتلوا الداخلين على البلد اللي جايين مروحين من الشغل، يقتلوهم ومشان اللي جايين ما يشوفوش اللي انقتلوا يكذبوا لقدام شوية على أساس اللي جايين ما يشوفوش مين انقتل. وللأسف الشديد كان هناك قتل للنساء وللأطفال للرجال الكبار والصغار. كانت فيه حتى هناك سيارة شحن كانوا راكبين فيها نزلوهم. هذه كانت من أكثر الضربات وجعا لكفر قاسم، كانت فيها نساء وأطفال وفتيات، وكانت فيها امرأة حامل 9 شهور تم قتلهم بدم بارد، ولم يرف لجفن لهذه الجنود ولا لشدمي ولا للمدهان اللي فوقهم ولا لملينكي ولا كعام. كل الأحوال تم قتل الناس في معظم الشهداء وطبعاً في المدينة اللي هي كانت مدخل البلد الغربي. في شجرة هناك كانوا يسموها الفلماي، اليوم هناك نصب تذكاري مع أسماء الشهداء وتخليد ذكراهم وللتذكير أنه هنا في مجزرة. يا أخي بيجي جيش مدخل على البلد مقتل الناس بذبح الناس تخطف، شو السبب؟ مش معروف، يعني ما في أسباب، لا هي حرب، يعني الحرب أنا ما بعرف أنه في أطفال هناك تدخلوا حرب قتلوا الأطفال، يعني وما فيش مقاوم، ناس مدنيين عزل لا يحملون أي نوع من السلاح، حتى ممكن ما كانش معهم سكاكين يا لطيف. في كل أحوال هذا النصب التذكاري اللي أنتم شايفينه، النصب التذكاري هذا لتخليد ذكرى الشهداء، وطبعا المسجد اللي شايفينه هو مسجد الشهداء. أنا بدي أرجع لعمتي مريم. في سنة 1948 تعرضت لإطلاق نار صديقتها أصيبت، كانت تحمل والدي في حضنها. بعد ذلك سنة 1956 جاء الخبر انه عمها وابن عمها قتلوا، وانا بحكي عن شخص عثمان عبد حماد عيسى، كان يرعى الاغنام، وابنه فتحي عثمان كانوا عائدين مع الاغنام، وقفوا عثمان وطخوه قتلوه بدم بارد دون اي شعور بالذنب. اجى ابنه فتحي الله يرحمك يا فتحي، شاف ابوه قتل فقال أبوي حبيبي، فراحوا طخوه قتلوه، ومثل ما بيحكوها بالفلاح كوموه فوق أبوه. ماشي، تصور إنه هذه جزء من تاريخ عمتي مريم اللي عاشته. وأصيب في هذيك الفترة شخص اسمه صالح عيسى، بيحكوا له أبو الوليد، اللي هو مستقبلا بعد سنة سنتين راح يكون زوج عمتي مريم. تصور أن عمتي مريم بدأ الإطلاق النار عليها، لأن أنا ليش بجيب مثال عن مريم؟ لأنها لليوم عايشة، لليوم يتذكر كل هذه الأحداث. أطلق النار عليها وهي فتاة صغيرة تحمل أخيها، لم تصب ولكن أصيبت زميلتها، قتل عمها وابن عمها، تزوجت أحد الناجين من المجزرة. بالمناسبة كيف الناجين؟ حكينا لكم من البداية أنه الجيش نفسه كانت هناك أوامر ما في جرحى،
الناجين هم ينجوا بطريقه وبيعجوا بطريقه معينه وبيعجوا بكس منهم عمل نفسه انه ميت، عمل نفسه ميت ما في حدا بيعرف، ما في عمل نفسه ميت وفي الليل هرب. كسم فعلا قفز طريقة معينة وهرب وما كدرش الجيش يلحقه. وللأسف الشديد عدد الناجين أو الجرح، هم عدد الجرح هو عدد قليل جدا. في كل الأحوال أنا بحكي لك عن قصة عن تيمريان اللي هي أطلق النار عليها في 48 قناص، في 56 قتل عمها وابن عمها، وبعد ذلك تزوجت من جريه. طبعا للأسف الشديد يعني تمريم لم ترزق الأطفال، فكان يقال زوجها رحمة الله عليه أبو الوليد كناية، هو أحد الأشخاص اللي ناجين وناجين. اللي صار حتى بعد المجزرة الناس في خلال الطخ والقتل ما في عندها أي إمكانية تعملوا أي شيء، عندها إمكانيات كبيرة ما في شيء تعملوا، جلسوا في بيوتهم. وطبيعة الحال كان هناك أمل من الجيش الصهيوني والجيش إنه الكل يهرب باتجاه الشرق لإفراغ هذه البلدة من أهل. لم يهاجر أحد، لم يهرب أحد، فكان هناك وضع وحالي أمام الجيش إنه ما مش عارف شو بده يساوي، يعني الناس ما هربتش، أخينا قتلنا الأطفال الكبار الصغار، ما حد هرب. فكانت انه تعالوا نتخلص من الجثث، فراحوا على بلده صغيره جدا قريبه لكفر قاسم اسمها جلجولي وكفر برا. راحوا جابوا اشخاص من هناك وطلبوا منهم يعملوا يحفروا قبور ويدفنوا الشهداء. طبعا بعد يومين ثلاث خرج الناس من البيوت، تفقدوا احوال البلد وبيعرفوا انه في مجزره، فأقولهم إنه الأبناءكم مقبورين في مقبرة البلد اللي هي اليوم موجودة، أيامها كانت موجودة في نص البلد اللي هي موجودة في الجزء الشرقي. عمي الله يطول بعمره أبو الحكم بحكي لي يوم رحنا نكيم عمه القبر، طبعا راحوا حفروا وكانوا الشهداء، بحكي لي إنه أنا عرفت عمي من الحذاء تعيه، كان طالع من القبر فعرفت إنه هذا عمي، فبحكي لي إنه حفرنا وكمناه طبعاً وأخذناه ودفناه في المقبرة الجهة الشرقية من قبر قاسم. المقبرة هذه اللي قرر إنها تفتتح وهناك يكون مقبرة هو عبد الكريم قاسم عام 1948. فأيامها أوصى أهل البلد كفر قاسم إنه لازم المقبرة تنقلوها من وسط البلد إلى شرق البلد، أهل البلد راح تكون كبيرة ومدينة راح تكون عامر بهنا. إذا ظل كل سكان عرب لحد اليوم، كل سكان نعم. عرب، كل سكانها عرب، سكانها عرب فلسطينيين، كلهم فلسطينيين عرب خالصين. اليوم صارت مدينة كفر قاسم من أكثر المدن حيوية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. بالمناسبة مجزرة أليمة مؤلمة وربما قاتلة، ولكن في إحصائيات اللي أجريت قبل 15 عام على أبناء الشهداء هم أكثر الأشخاص الذين تكاثر والحمد لله رب العالمين، وأكثر الأشخاص الذين أنجبوهم أبناء الشهداء. ما نيجي نحكي ونقول إحنا إنه الشعب الفلسطيني يقتل ولا يموت، وفعلا هي هذه كانت الخلاصة إلى كل قصة المجزرة ووزارة كفر قاسم. الله يرحمهم 49 شهيد، ولكن لازم الكل يعرف إنه خلوا وراهم إرث كبير، خلوا وراهم بلد كبير جدا عامرة بأهلها ما شاء الله. اليوم كفر قاسم من أولى البلدات العربية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، والحمد لله رب العالمين. هذا بفضل التضحيات وبفضل الإخلاص وبفضل النية الطيبة، يعني احنا بنحكي عن فلاحين ناس طيبين، يعني ما في خبث ولا حقد ولا غل ولا حسد ولا شيء، وهذه هي الأسلوب الصحيح
عشان تبني المجتمع وتستمر وتقاوم كل العمليات القتل والتهجير هي الطيبة وهي الصمود. والحمد لله رب العالمين. تحية إجلال لشهدائنا ولكل المقاومين الذين بقوا في الأرض ولم يتركوها ليثبتوا لهم أن هذه الأرض عربية فلسطينية بلا منازع. تحية لكل أهل كفر قاسم، لكل سكانها، لكل أبناء الشهداء وزوجات الشهداء، وطبعا نتمنى الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار الذين توفوا في هذه المجزرة، رحمهم الله وأوسعهم فسيح جنان. بدي أشكرك أخي زهري على هاي المعلومات الرائعة، يعني أنت لخصت لنا تاريخ فلسطين في مجزرة كفر قاسم. يعطيك العافية. السلام عليكم.